وردا على العقوبات الأوروبية، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع. وشدد بوتين على عدم وجود معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز. الالتزامات باليورو والدولار يمكن أن لا يتم التنفيذ بها، وأنا كنت قد علقت على هذه التصرفات ولا ندخل بالتفاصيل، ولكن بهذا الصدد إن تصدير بضائعنا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحصول على العملات بالدولار واليورو ليس له أي معنى، فلذلك اتخذ قرار بوقت قصير بنقل الدفعات مقابل الغاز والذي يورد إلى الدول غير الصديقة كما تسمى.